بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم سامر الشريف من قناة المواقع الربحية. اليوم بدنا نحكي عن مواقع لازم تكون عامل حساب فيها، عشان هاي المواقع راح تفيدك كثير بنشر قناتك، مثلا بنشر موقعك الخاص فيك، بنشر موقع ربحي إذا كنت مشترك في موقع ربحي حابب تنشره، عشان يجيك إحالات لنشر منتجات إذا كان مثلا من أمازون أو إي باي. كل هاي المواقع لازم تكون عامل حساب فيها ورح تفيدك جدا. وهذا الدرس رح يكون تابع للسلسلة اللي بدأنا فيها، اللي هي سلسلة شروحات السوشيال ميديا والتسويق الإلكتروني. يلا خلينا مع بعض نروح نشوف المواقع اللي لازم تشترك فيها. يلا أول إشي طبعا الفيسبوك كلنا بنعرفه أكيد. لازم يكون عندك في فيسبوك، صفحة فيسبوك، جروب فيسبوك. كل هذا راح ناخده إن شاء الله وراح أشرحه، وراح أشرح كيف راح نعمل مجموعة، كيف راح نعمل بيج صفحة. كل هذا راح نعرفه إن شاء الله بالشروحات لاحقا إن شاء الله. ثاني إشي لازم يكون عندك قناة يوتيوب خاصة فيك، تنزل فيها فيديوهات وشروحات تفيد الناس وتستفيد أنت من خلالها. طبعا يعني حكينا فيسبوك، قناة يوتيوب، ولازم يكون عندك كمان أيضا جوجل بلس. على طول بس تفتح حساب جيميل لازم تعمل قناة يوتيوب وجوجل بلس، عملت فيديو من الفيديوهات. فرضا أنا بدي أنشر هذا الفيديو من قناتي، بدي أنشره على جوجل بلس، بعمل هيك. بضغط على اللينك، حط الفيديو بدي أنشره، زي هيك. وضعت الصورة، يعني لما تعمل قناة لك وتنزل فيديو بتنشرها على جوجل بلس، وبتنشرها كمان على الفيسبوك لما تعمل جروب لك، لما تعمل بيج صفحة بتنشرهم كلهم. بدي أنشر مثلا دائما بتحط اللينك الفيسبوك، بتشيل اللي بيطلع مع اللينك وبتحط صورة تكون أنت عاملها على الفوتوشوب أو بتطولها من الإنترنت من جوجل الصور. يعني شفتوا كيف أنا استفدت لما عملت قناة ونشرت فيها فيديو؟ استفدت أنا من جوجل بلس، استفدت انا من اليوتيوب، من الفيسبوك عفوا، نشرت فيه الفيديو اللي عملته. يعني 3 مواقع استفدت فيهم من الفيديو، من نشر الفيديو اللي عملته انا. ثالث اشي او عفوا الرابع موقع اللي هو تويتر. تويتر طبعا الكل بيعرفه اكيد، بس لازم يكون عندك تويتر. أيضا راح تنشر فيه الفيديوهات أو أي موقع أنت بتحب، أنت كنت مشترك فيه أو مشترك فيه موقع بدك تستفيد منه، بدك إحالات، بدك إشي، انشره أيضا على تويتر. كالتالي
بدنا أنشر الفيديو هذا نفسه على تويتر، تويت، حط الرابط، تحب تكتب كومنت، تحب تكتب ديسكريبشن، وصف، اشي، انت حر زي ما بدك، بس انا قاعد اشرح لكم طريقة النشر فقط. الموقع اللي بعديه طبعا انستغرام. انستغرام على الديسكتوب ما بتقدر تعمل بوست، لازم تفتح التطبيق وتعمل بوست، يعني نشر. ما بتقدر هون على الديسكتوب، لانه هاي شايفين زي ما انتم شايفين ما في نشر. في طريقة معينة على انك تنشر على الديسكتوب، اذا بتحبوا تعرفوها انا بدلكم عليها، بس اسهلكم عن طريق الهاتف او عن طريق التابلت او الايباد انك تشتغل عليه. هون بتنشر صور، الصورة اللي بتنشرها بتحط تحتها بالديسكريبشن الموقع اللي بدك اياه. يعني راح تستفيد ايضا من انستغرام، انستغرام قوي جدا، وتويتر من المواقع الجدا مشهورة بالسوشيال ميديا. اللي بعديه اللي هو لينكدين. اللينكدين يعني انا بنصحكم جدا تعملوا حساب فيه وتنشروا قناتكم، فيسبوك جروب، فيسبوك بيج، تويتر، انستغرام، تنشروا جوا داخل اللينكدين، لانه اللينكدين عالم اخر قوي جدا. اللينكدين الموقع اللي بعديه اللي هو التامبلر. التامبلر موقع ايضا جدا قوي بالسوشيال ميديا، يعني معروف، يعني باليوم اكثر من مليونين بوست بنزل فيه، قوي جدا، يعني بنصحك فيه جدا التامبلر. والموقع الاخير اللي هو الريدت. الريدت يعني غني عن التعريف، يعني ايضا انا بنصحكم فيه، بنصح كل شخص يعمل حساب فيه. انا شخصيا عامل هيهم المواقع اللي عامل فيهم: فيسبوك، يوتيوب، جوجل بلس، تويتر، انستغرام، لينكدين، تامبلر، ريدت. يعني اذا تعمل فيديو انت خاص فيك بقناتك وبتنشره على كل المواقع اللي حكيت لك فيها، اللي حكيت لك عنها، يعني ضروري يجيك زيارات، وضروري يجيك اشتراكات ايضا. واخيرا وليس اخرا، بتمنى من الجميع يعمل لي اشتراك في قناتي ويعمل لايك للفيديو، واي كومنت حابب، اي تعليق حابب تعلقه تكتب لنا اياه بالتعليقات، وان شاء الله راح اجاوب الكل انا. وتضغط ايضا على الجرس عشان يوصلك كل جديد. وانا حاطط كمان على قناتي اللي هو الانستغرام وتويتر والفيسبوك، واي سؤال بتحبوا تسالوني اياه انا جاهز. دمتم في رعاية الله. كان معكم اخوكم سامر الشريف من قناة المواقع الربحية. السلام عليكم.